طيب تعال نتكلم على موضوع الريدايركشن بقى عندنا، تمام كده؟ وايه موضوع الريدايركشن ده؟ موضوع الريدايركشن ده فكرته بسيطه جدا، فكره بسيطه ابسط مما تتخيل، سهله جدا رغم ان ناس كتيره جدا بتشوفوا انها معقده، بس انا شايف ان هي بسيطه جدا ومفيش فيها اي اختراع خالص. ايه الفكره اللي بتتكلم عليها دي؟ والله يا سيدي بص لي كده قبل اقول لك اي حاجه، اي عمليه بتقوم بيها على الجهاز بتاعك ايا كانت، فالعمليه دي بيكون ليها انبوت، الانبوت ده ها بيدخل للمكان عندك يتعمل له بروسيسنج، ها يطلع لك ايه؟ يطلع لك ناتج، يطلع لك اوتبوت، صح؟ في مشكله؟ ممكن وبعد ما يعمل انبوت او بعد ما تعمل انت انبوت يجي يعمل بروسيسنج يلاقي فيه حاجه غلط فيطلع لك ايه في الحاله الثانيه؟ يطلع لك ايرور. ها اعتقد انتوا الرسمه دي شفتوها 500 مره من اول حتى ما جيت اتعلم اي سي دي ال، يقول لك اي عمليه بتحصل بتعمل انبوت، ويقعد بقى يفتي الفتي دون انبوت يطلع لك اوتبوت ويطلع لك ايرور، صح؟ والناس بتحفظ الكلمتين دول زي ما هم كده، ماشي؟ طيب اديك مثال على الحكايه دي، تعال اديك مثال. بص لي كده، انا اديته امر مثلا زي ال اس، اهو ال اس ده اللي انا بكتبه ده هو ايه؟ ها هو الانبوت، صح؟ ضغطت انتر حصل بروسيسنج، راح رايح سال الديسك ايه الملفات اللي موجوده عندك، وعمل شويه حاجات كده سيستم كولز وبتاع، في الاخر خالص راح مطلع لك اوتبوت اللي هو مين يا معلم؟ ها الناتج بتاعك ده اهو، الملفات اللي موجوده عندك اهي، يبقى الناتج ده هو الاوتبوت. طيب بص لي كده، لو قلت له كده ال اس برضه لملف اسمه فايل 2، اهو فايل 2 موجود اهو، او ال اس داش ال فايل 2، حلو قوي، جميل جدا، طيب زي الفل. طب بص بقى كده، جيت اقول له ال اس داش ال فايل 22، هل انا عندي ملف اسمه فايل 22؟ لا، معنى كده ان انا بدخل له انبوت الامر اهون، انا المفروض مستني اوتبوت، صح؟ بص ايه اللي حصل، راح طالع لي ايرور. يبقى اي امر في الدنيا بتنفذه او اي عمليه بتعملها على الجهاز بمعنى ادق بقى، خلاص بتدخل لها انبوت يحصل لها بروسيسنج، يا اما يطلع منها اوتبوت يا اما يطلع منها ايرور. حد عنده اي مشكله في المفهوم ده؟ ها طيب الحمد لله. طب برضو انت عايز توصل لايه يا عم؟ بص، بما ان انت سيستم ادمن، حلو، بيكون دورك من الطبيعي، من الطبيعي جدا ان انت تعمل حاجات والسيستم ما حدش بيستخدمه دلوقتي، او بمعنى ادق في اقل الاوقات اللي حد بيستخدم فيها السيستم. اديك مثال، فرضا انت شغال في شركه عندكم داتابيز وعايز تاخد باك اب من الداتابيز دي، تفتكر ايه احسن وقت، احسن وقت تاخد باك اب من الداتابيز دي كل اسبوع؟ ها يعني في الوقت الطبيعي الناس بيحاولوا ياخدوها ممكن يوم الجمعه الساعه 6 الصبح، يوم الجمعه الساعه 6 الصبح. في ناس تانية تقول لك لا 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 يا عم، ده ممكن احسن وقت بالنسبه لنا يوم الخميس الساعه 1 بالليل. بص، على حسب اللود بتاع السيستم بتاعك، وعلى حسب مين اللي بيأكسسه وبيأكسسه امتى وكل الكلام ده، بس فرضا يعني ان هو يوم الجمعه الساعه 6 الصبح بيكون اقل وقت الناس ايه ها بتأكسس السيستم فيها. في ناس تانية على فكره بتقول لك احسن وقت يوم الجمعه ساعه الصلاه، خلاص. طيب والله براحتك بقى، على حسب السيستم بتاعك الضغط بتاعه عامل ازاي، بس فرضا ده دورك انت كسيستم ادمن ان انت تاخد باك اب من الداتا بيز دي. طيب فاكر امبارح لما عملت لك سكريبت صغيره كده ال اس كده، فاكر كنت عملنا فين يا سيدي، فين كات كده فايل 2 اهو، حلو قوي، دوت سلاش فايل 2 كده. بص، فاكر امبارح لما عملت سكريبت بسيطه تطبع شويه اوامر،
او تطلع لنفسك شويه اوامر زي الكالندر وزي الديت ومش عارف وزي ال LS. طب ما انت ممكن تعمل سكريبت تاخد باك اب من الداتا بيز دي، خلاص فرضا عندك اوراكل داتا بيز او عندك ماي سيكوال داتا بيز، هتعمل سكريبت، السكريبت دي هترن امر، الامر ده هياخد باك اب من الداتا بيز. حلو، بما انت سيستم ادمن فانت المفروض يكون عندك ايه؟ ها، لما الامر ده يتنفذ هل لازم تكون موجود في الشركه تشوف الامر هو بيتنفذ؟ تفتكر ده حل؟ ولا انت ممكن تخلي الامر ده بشكل ما يتنفذ بشكل اوتوماتيك؟ خلاص، ايوه، تخلي السكريبت ده او السكريبت دي تتنفذ بشكل اوتوماتيك. بس ان هو يتنفذ بشكل اوتوماتيك فيه مشكله، عارف هي ايه؟ تخيل لو انت بتنفذ الامر ده، الامر ده بيطلع منه كده ها شويه اوتبوت كتير، فرضا بتاع 200 سطر. يعني انت عندك امر الاول بيوقف الداتابيز، بعد كده بياخد منها باك اب، بعد كده بيتشيك الباك اب هو مظبوط ولا لا، بعد كده ياخد كوبي من الباك اب يحطه على باك اب سيرفر، بعد ما ياخده يحطه على باك اب سيرفر ايه، يروح باعت لك ايميل يقول لك الباك اب اتاخد بشكل مظبوط، وبعد ما يبعت لك ايميل يروح يستارت داتابيز تاني، خلاص، وبعد ما يستارت داتابيز يتشيك ها يرجع يتشيك كمان مره ان الداتابيز بقت اب ولا لا، لو ما بقتش اب يحاول يعمل ريستارت للداتابيز سيرفيس، لو بقت اب خلاص زي الفل مفيش مشاكل. تخيل سكريبت بتقوم ب10 عمليات عشان تاخد باك اب من الداتابيز بشكل سليم 100%، كل امر فيهم بيطلع له كام سطر كده اوتبوت يقول لك ناتج الامر ده ايه. تمام كده؟ تفتكر هل لازم تكون موجود على الجهاز عشان عشان تشوف ايه اللي بيحصل وهو بياخد باك اب، ولا المفروض تعمل سكاجوال او تعمل اقول لك ايه زي اوتوماتيك ران للسكريبت دي؟ بس خلي بالك في مشكله مع الاوتوماتيك ران، عارف اللي هي ايه؟ ان لو السكريبت دي بتطلع اوتبوت معين او بتطلع ايرور فانت عايز تشوف الايرور، صح؟ لو بتطلع اوتبوت انت برضه عايز تشوف الاوتبوت، عايز تعرف ايه اللي حصل يوم الجمعه وانت كنت قاعد في البيت ولا كنت نايم بتشخر في البيت، عشان لو حصل ايرور تقدر تشوف ايه المشكله اللي حصلت وتحاول تتفاداها بعد كده. يعني تخيل كانت السكريبت بتاخد باك اب من داتابيز وهوب بتيجي ترميه على الباك اب سيرفر، ما تلاقيش الباك اب سيرفر ايه، ها، ما يلاقيش ان هو قادر يكونكت عليه، تخيل. فانت عايز تعرف ايه الايرور اللي كان موجود. طب ايه رايك؟ هل الاحسن لك دلوقتي، طبعا انا بكلمك بقى دلوقتي في سيناريو ايه بسيط جدا، سكريبت بتعمل حاجه بسيطه جدا. طب تخيل سكريبت عندك كانت بتعمل 20 عمليه ورا بعض، مش خمس ست اوامر وتنفذه وخلاص على كده، لا، فانت بيبقى دورك ان انت ايه تاخد الباك اب، او اسف تاخد الاوتبوت بدل ما يطلع لك على الشاشه كده، لا يا عم ده انا عايزه يتعمل له سيف في ملف، هتعمل ريدايركت اسف للاوتبوت، هتعمل ريدايركت، هتحول الاوتبوت بدل ما هو بيطلع على الشاشه ها تخزنه في ملف، عشان لما ترجع يوم الحد الشغل ها تروح تفتح الملف ده تشوف كل اللي حصل من اول ما السكريبت بدات تشتغل لحد ما السكريبت انتهت. ايه رايك؟ ايوه، معنى كده ان احنا محتاجين نعمل عمليه اسمها الريدايركشن. الريدايركشن بكل بساطه انا عايز اغير فيها، بدل ما الاوتبوت كان بيطلع لي على الشاشه في الوضع الطبيعي ها انا عايزه ها يتحول وتحط في ملف، عشان لما ارجع يوم الاحد اقدر ايه اراجع الملف ده، وبدل ما الايرور برضو كان بيطلع لي على ها على الشاشه عايز اخزنه في ملف تاني عشان اشوف الايرور لوج. ايه رايك؟ طبعا ده مش عايز اقول لك هيسهل عليك الدنيا بشكل عامل ازاي، ده هيسهل الدنيا جدا 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 يعني، ماشي كده؟ ده انت كده هتشوف ايه اللي كان بيحصل على السيستم كانك كده قاعد على الجهاز وكل ده بيتنفذ وانت كنت قاعد في البيت، ماشي؟ طيب كلام جميل. طيب بص بقى كده يا سيدي، قال لك ايه؟ قال لك واحنا لما نيجي نتعامل كده الانبوت ها همثل كل واحد فيهم برقم، الانبوت همثله برقم واحد،
اسف الانبوت همثله برقم 0، الاوتبوت همثله برقم 1، الايرور همثله برقم 2. لحد دلوقتي في مشكله؟ بالمناسبه الارقام دي اسمها الديسكريبتور. او رقم توصيفي بس بيوصف انت عايز تتعامل مع ايه دلوقتي، مع الانبوت ولا مع الاوتبوت ولا مع الايرور. طيب كلام جميل. بالمناسبه الديفولت انبوت بتاعك هو مين؟ هو الكيبورد صح. طب الديفولت اوتبوت والديفولت ايرور الاثنين، ها الاوتبوت بتاعك المفروض ان هو ايه؟ المونيتور او السكرين بتاعتك. حاجه بس عايز اقول لك عليها، مين اللي المفروض يطلع بعد اي عمليه بروسيسنج؟ مين الطبيعي ان هو يطلع؟ ها هل المفروض الطبيعي يطلع اوتبوت ولا يطلع ايرور؟ طبيعي، الطبيعي بعد اي عمليه تحصل المفروض يطلع اوتبوت. الايرور ده حاله استثنائيه بس، ماشي؟ يعني بعد ما تدخل له اي انبوت المفروض هياخد الانبوت يعمل له بروسيسنج هيطلع اوتبوت. الاستثناء هو الايرور صح. طيب بما ان الديفولت انبوت هو الكيبورد، فلو انت بتتعامل في الطبيعي خالص مش لازم تحدد له الرقم. لو حددت له الرقم مفيش مشكله، نفس الحكايه تطبق على الاوتبوت. حددت له الرقم بتاع الديسكريبتور بتاعه برضه مفيش مشكله. لكن لو انت عايز تتعامل مع الايرور، بما ان الايرور حاله استثنائيه، فلو انت عايز تعمل ريدايركت للايرور لازم وحتما تديله مين؟ ها الرقم بتاعه. خلاص. تاني بما ان اي امر في الدنيا الديفولت بيهيفير بتاعه انبوت، والانبوت جالك من الكيبورد، ها فهل انت محتاج تحدد له الديسكريبتور وانت بتدخل انبوت؟ لا، هو اصلا المفروض ادخل من الكيبورد فانا بدخل الامر من الكيبورد بس، خلاص خير وبركه مفيش اي مشكله. طب الاوتبوت المفروض يطلع لي على الشاشه صح، وبرضه هيطلع لي على الشاشه، هل انا كده محتاج احدد اوتبوت؟ مش محتاج احدد له، او مش محتاج اقول له الديسكريبتور بتاعك بتاع الاوتبوت كام. لو قلت له مفيش اي مشكله، لو قلت له مفيش اي مشكله. لكن لو انت عايز تدايركت تعمل ريدايركت للايرور بس، ها يبقى لازم تحدد له الديسكريبتور بتاع الايرور، لان الايرور هو الحاله الاستثنائيه وليس العكس. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. قال لك الانبوت همثله بالرمز ده، علامه اصغر من دي. خلاص. يعني ايه سيستم بيتعمل علشان هي اوتبوت ازاي؟ اهو الديفولت بيهيفير بتاع اي كوماند ان هو يطلع لك النتيجه على الشاشه، وده اللي حصل عندي اهو. ال اس ده الديفولت بتاعه ان هو بيطلع الاوتبوت بتاعه على الشاشه اهو، الناتج بتاعه على الشاشه اهو. ايه الغريب في كده يعني؟ مش على فكره سؤالك غير منطقي اطلاقا اطلاقا. يعني ايه الشاشه اللي هي ايه؟ يا ابني مررت، يا ابني انت حد مسلطك عليا يا ابني. شاشه الجهاز يا عم الحاج. طب ارد اقول له ايه ده بس والنبي، حد يحط نفسه مكاني كده. طيب مش عارف اقول لك ايه والله، والله العظيم ما عارف ارد والله. طيب ما علينا نكمل بقى. طيب قال لك حدد لي الانبوت هتعامل معاه ها بالعلامه دي اللي هي اصغر من دي. طب الاوتبوت والايرور، ها الاوتبوت والايرور قال لك هتعامل معاهم بالعلامه دي. طب استنى ثانيه واحده، انت بتقول لي الاوتبوت هتتعامل معاه بالعلامه الاكبر من دي، والايرور برضه بنفس العلامه دي، امال هعرف ازاي هفصل الاوتبوت عن الايرور؟ ها هفصل ازاي الاوتبوت عن الايرور؟ اهو يا عم، ما انت عندك الديسكريبتور. يعني ايه برضه؟ بص، عايز تتعامل مع الاوتبوت قول له كده، عايز تتعامل مع الايرور قول له كده، لو عايز تتعامل مع الانبوت
ممكن تقول له كده بالمناسبه على فكره، بس بكل بساطه انت مش محتاج اصلا تحدد له الصفر ده، لان الديفولت انبوت اصلا بياخده منين؟ من الكيبورد صح. ونفس الحكايه برضو مع الاوتبوت، انت مش محتاج تقول له واحد ده، لان اي امر في الدنيا الطبيعي بتاعه انه يتنفذ، اي امر في الدنيا الطبيعي بتاعه انه يتنفذ، فانت مش محتاج تقول له كده، مش محتاج تحدد له الواحد ده. وصلت الفكره دي؟ تاني تاني اهوت، تعال امسح دي كده. لا الاوتبوت عمره ما يغير سلوك الايرور ده، ملوش دعوه بده خالص. بص كده، بص كده معايا، قال لك الانبوت، الانبوت ها هتعامل معاه بعلامه اصغر من دي، والاوتبوت والايرور هتعامل معاهم بعلامه اكبر من دي. طب ازاي هفصل الاوتبوت عن الايرور؟ قال لك بسيطه جدا، ما انت عندك ديسكريبتور للاوتبوت رقم واحد وعندك ديسكريبتور للايرور رقم اتنين، طيب ما تستخدمه بقى يا عم. خلاص ماشي، قال لك والله لو انت عايز تعمل مع الاوتبوت حدد له كده واحد، ده مش واحد ده كان الديسكريبتور بتاع الاوتبوت صح اهو، لما حدد له واحد معناها ان انا بتعامل مع مين دلوقتي؟ مع اوتبوت. طيب لو بتعامل مع ايرور حدد له رقم اتنين، واحد. طيب عشان اوريك الكلام ده بشكل عملي عشان تفهم، تعالى كده اوريك. بص لي كده، بص لي، بكل بساطه الامر بتاع ال اس ده بيعمل ايه؟ خد الانبوت من الكيبورد صح؟ ال اس خد الانبوت من الكيبورد مفيش اي مشكله. طب طلع لك الاوتبوت فين؟ طلع لك الاوتبوت على الشاشه. طب ايه رايك انا عايز احط ناتج الامر ده بدل ما يطلع لي على الشاشه، انا محتاج احطه في ملف وهسمي الملف ده وليكن result dot text. بص ايه اللي هيحصل دلوقتي. ايه ده ال اس ده، ايه اللي حصل؟ ناتج ال اس مش المفروض كان يطلع لي على الشاشه؟ المفروض كان يطلع على الشاشه، بس ايه اللي حصل دلوقتي؟ ما طلعليش على الشاشه، امال راح فين يا عم؟ ده راح رايح مخزن الاوتبوت ده وراح حطه في ملف اسمه ريزلت دوت تكست. طب انا كان عندي اصلا ملف اسمه ريزلت؟ ها؟ لا ما كانش موجود، امال هيعمل ايه لو ما لقاهوش موجود؟ لو ما لقاهوش موجود هيكريته في سكته. لو ما لقاش الملف موجود هيكريته. طيب اوريك الناتج، كات كده، كات للملف اللي اسمه ريزلت دوت تكست ده. بص ايه اللي موجود فيه، مش هو نفس الناتج ده، هو نفس الناتج ده. ايه رايك؟ هو ده كل فكره الريدايركشن، بدل ما الناتج كان بيطلع لي في اتجاه بحوله لاتجاه معين، يعني مثلا بدل ما يطلع لي على الشاشه انا عايز اخزنه في ملف. ماشي؟ طيب بص كده الحكايه دي، بص كده اللي جايه دي، لو انت قلت له نفس الحكايه، تعال امسح الملف اللي اسمه ريزلت ده، ار ام ريزلت تكست، ايوه همسحه. وتعالى نفس الحكايه، لو جيت قلت له هنا كده من غير ما احدد له الديسكريبتور بتاع الاوتبوت، ها هل هيشتغل؟ برضه هيشتغل من غير اي مشاكل. طيب كات كده لريزلت تكست، اتكري التاني، ايوه اتكري التاني اشتغل. طب ليه اشتغل على طول من غير اي مشكله؟ ها لان الامر هو مقتنع تماما، اي امر في الدنيا مقتنع ان هو لما يتنفذ المفروض يطلع له اوتبوت، مش مستني يطلع له ايرور، لان الايرور ده حاله استثنائيه فقط. ماشي؟ بالظبط كده، بالظبط بالظبط زي ابوك لما انت بتدخل ثانويه عامه، هل الطبيعي ان انت تنجح ولا الطبيعي ان انت تسقط؟ ها بالعقل، بالطبيعي والدك مستني انت تنجح خلاص، فالراجل بيبقى مرتب نفسه وعامل حسابه ومحضر كل ظروفه ان انت هتخش تنجح. واحد زي محمد عطله اكيد كانوا مستنيين ان هو يسقط، دي حاجه طبيعيه، دي حاجه منطقيه بالنسبه لي خلاص. ففي الحاله دي طالما مستنيين ان هو يسقط كان لازم يحددوا له ايه، لازم يقولوا له خلاص
الايرور انا هستني ان انت تسقط، يبقى لازم احدد له الايرور بشكل اكسبليسيت بشكل صريح. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. طيب بص لي بقى كده على العكس تماما، بص كده انا هعمل ال اس الفايل اسمه 22، هل انا عندي فايل اسمه 22؟ ها هل انا عندي اي فايل اسمه 22؟ مش موجود. تمام كده؟ طب دلوقتي انا عايز اعمل ريدايركت للايرور واحطه في ملف اسمه ايرور دوت تكست. ها ايه رايك في الحكايه دي؟ والله عايز تعمل دي اهو، طالما عايز تاخد الايرور بس، ها حط لي الملف او حط لي الناتج ده في ملف ايرور دوت تكست. ماشي كده؟ طيب بص كده يا حاج، كات لايرور دوت تكست، بص كده المره دي بدل ما كان بيطلع لي الناتج ده كايرور على الشاشه، بقى بيخزن الايرور ها فين؟ جوه الملف ده. شفت؟ ها ايه رايك؟ يبقى لو انت بتعمل سكريبت والسكريبت دي بتاخد باك اب من الداتا بيز، وبعد كده تاخد الباك اب تحطه على سيرفر، ماشي؟ وايه كمان؟ وبعد كده تتشيك، بعد كده بتشغل الداتا بيز، تاكد ان كل حاجه مظبوطه، ينفع تحط الريزلت في ملف، وممكن تحط الاوتبوت في ملف او الريزلت، وممكن تحط الايرور في ملف تاني عشان بعد كده تراجعه. ايوه الموضوع طلع بسيط جدا. طيب بص لي كده جالك واحد يتذاكى بقى شويه زي الراجل اللي بيسال السؤال ده، وعمل الحركه الصايعه دي. بص انا بنفذ الامر اللي اسمه ls فايل 22، ماشي؟ تمام كده؟ انا ما عنديش فايل 22، وراح جاي اعمل كده، حب ياخد الاوتبوت ده، ها حب ياخد الاوتبوت ده يحطه في ملف ويسميه result 2.txt، هل الامر ده هيطلع اوتبوت ولا هيطلع ايرور؟ ها هيطلع ايرور، صح؟ طب انت متوقع ان هو يخزن حاجه في الملف ده؟ مش هيخزن اي حاجه. بص ايه اللي حصل، لاني قلت له حط لي الريزلت او حط لي الاوتبوت في الملف ده، فايه اللي حصل؟ الامر ملوش اوتبوت، فراح مطلع لك الايرور، ها طلعه برضو على الشاشه. وصلت؟ طب لو جيت تقول له كده كات الملف اللي اسمه ريزلت 2 دوت تكست، الملف اتكريت بس مفيش جواه اي اوتبوت. وصلت؟ الملف هيتكريت بس مش هيكون جواه اي حاجه، لان الامر ده ما كانش له اي اوتبوت. طيب السؤال بقى اللي هو بيطرح بلح عندنا ايه؟ هل في اي امر ممكن يطلع اوتبوت وايرور في نفس الوقت؟ اه ممكن، ممكن امر واحد، ممكن عمليه واحده، ها ممكن عمليه واحده تطلع اوتبوت وتطلع ايرور في نفس الوقت. اديك مثال اهو، ls فايل 22. خلي بالك انا بستخدم ls لانه ابسط امر في الدنيا ممكن نتعامل معاه. طبعا الكلام ده ينطبق على اي امر، يعني انا ممكن اخد الاوتبوت او الايرور بتاع اي امر ابعته لاي ملف او ابعته لاي مكان تاني بالمناسبه، يعني محدش يقدر يمنعني، بس انا بديك ده لانه هو ابسط امر. وكمان واعمل لي فايل 2، بص كده الامر ده طلع اوتبوت وطلع ايرور في نفس الوقت. كمان بص كده، كمان ls داش l، بص كده ايه اللي حصل. اول حاجه قلت له اعمل لي ليست الفايل لفايل اسمه فايل 22، راح مطلع لي ايه؟ راح مطلع لي ايرور. واعمل لي ليست كمان لفايل 2، اهو فايل 2 موجود، ها اتنفذ مظبوط. شفت؟ يبقى ممكن امر واحد يطلع اوتبوت ويطلع ايرور. طيب ممكن اعمل ها ريدايركت للاوتبوت في ملف وريدايركت للايرور في ملف تاني؟ ها ممكن اعمل حاجه زي كده؟ ايوه بص كده عندي، تعال نمسح الملف اللي كان اسمه rm-rf، الملف اللي اسمه result 2 وresult dot text وايه كمان وايرور دوت تكست، همسحهم خالص ماشي، وادي الامر بتاع اللي كان بيطلع output وايرور، وهقول له المره دي حط لي الاوتبوت في ملف اسمه output او خليها result dot text، وهطلع ايه كمان يا سيدي الايرور ها
وهحطه في ملف اسمه ايرور دوت تكست. بص ايه اللي حصل، هل اي حاجه طلعت لي على الشاشه؟ هل في اي حاجه طلعت لي على الشاشه؟ شايف المره دي خد الاوتبوت حطه في ملف وخد الايرور حطه في ملف تاني. طيب بص كده، كات اوتبوت ريزلت دوت تكست، اسف، ها هل الريزلت، هل الاوتبوت بس اللي فيه؟ بص كده كويس، الاوتبوت اللي موجود بس. طب كده كات ايرور دوت تكست، ها يبقى شفت انا عملت ايه، فصلت الاوتبوت في ملف وفصلت الايرور في ملف تاني. ايه رايك؟ ها حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. في بس خازوق حصل معانا واحنا شغالين، اللي هو ايه بقى؟ بص يا سيدي، لو جيت اقول له كده المره دي فايل 4، كات كده ريزلت دوت تكست، انت واخد بالك ايه اللي حصل؟ ريزلت دوت تكست ده من شويه كان ايه الناتج اللي فيه؟ ناتج الاوتبوت، بس كان في سطر خاص بفايل 2. المره دي لما جيت عملت ريدايركت مره تانية، ها ايه اللي حصل؟ راح شايل الكونتنت القديم، مسحه وحط الجديد، عمل اوفر رايت للملف، عمل اوفر رايت للملف بكل بساطه. خدت بالك؟ طيب الحل بقى، قال لك بص يا سيدي الموضوع ابسط مما تتخيل. لما كنت بتستخدم علامه واحده بس كان بيعمل ايه؟ ها كان بي اوفر رايت الملف. طب لو انا عايز ابند للملف، قال لك بص كده بدل ما هي علامه واحده خليها اتنين، سواء للانبوت او للاوتبوت او الايرور. تمام، هي عشان شكلها وحش جدا قلم بيفوت. ماشي كده. طب تعال نجرب الحكايه دي، تعال نجرب الحكايه دي. بص لي كده المره دي لو هنفذ الامر، بص بدل علامه واحده هقول له علامتين اتنين. بص دلوقتي كات ريزلت تكست، ها شفت عمل ايه؟ ضاف على الكونت اللي على الكونتنت اللي كان موجود قبل كده، وكات كده لايرور دوت تكست برضه ضاف على ايه؟ على اللي كان موجود قبل كده. خدت بالك؟ ماشي كده؟ عايز تعمل موضوع ايه بالظبط؟ يعني ايه من غير ما تكتب الامر؟ لا انت هتعمل ايه بكل بساطه، هتحط كل الامر بتاعتك في سكريبت زي اللي احنا عملناها هنا، اللي هي كانت زي دي، وبعد كده هتستخدم سكاجولينج سيرفيس لسه هنجيلها زي كرون، وتقول لها يا كرون رن، اعملي رن للامر ده كل يوم خميس مثلا الساعه 7 بالليل. لسه هنيجي لكروم، لسه هنيجي للسكاجولينج سيرفيس، ما تقلقش. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. نرجع بقى تاني كده لموضوعنا. طيب كات كده مثلا، او نفس الامر اللي كنت بعمله هنا من شويه، كات كده يا سيدي اقول اس داش ال سلاش، ومثلا وسلاش يو اس ار
دايركتوري او فايل اسمه تيت، قلت له كده كات ريزلت اهون، ريزلت هتلاقي جواه الناتج القديم اللي كان موجود ها زائد الناتج الجديد اللي انا ايه لسه ضايفه، والملف اللي اسمه ايرور بقى ايه اللي حاصل، القديم او الناتج القديم اللي كان موجود لسه جواه وضاف الجديد عليه. يبقى دايما خليك فاكر علامة واحدة بس ها هتعمل ايه، هتعمل اوفر رايت، علامتين هتعمل ابند. ابند يعني هتضيف على الكونت اللي كان على الكونتنت اللي كان موجود قبل كده، مش هتمسح اللي كان موجود قبل كده. ها وضحت الحكاية دي؟ وضحت. طيب الانبوت، الانبوت يا سيدي تعالى اوريك مثال على ان انت تغير البيهيفير بتاع الانبوت. ماشي. طيب اوريك مثال بسيط قوي على الحكايه دي ازاي. احنا كده كده هنجيله مع الماي سيكول ان شاء الله لما اجي اشرحها كده تابيز. طيب حلو قوي، تعال اديك كده مثال اهبل، هديك مثال اهبل كده. بص الامر اللي اسمه كات ده، الامر اللي اسمه كات، وتعالى ملف اسمه ايرور دوت تكست. كات كل وظيفته في الحقيقة ايه؟ ها؟ ان هو يعرض الكونتنت اللي موجود جوه ملف. طب ايه رأيك؟ هل انا ممكن استخدم كات عشان ادخل انبوت لملف؟ ها؟ ازاي بقى؟ كات كده، ده كات وبياخد اسم الملف معاه، هتقول له ايه؟ ها مفيش نفع خالص، مش جاي خالص خالص يعني. شايف يعني كات تتحل ازاي دي؟ هو اصلا كات باي ديفولت يعني، انت لو قلت له كده اصلا ما هو كده اصلا كده كده هيشتغل معاك. ما هو كات اصلا الديفولت انبوت بتاع كات هو ايه؟ الامر اللي اسمه كات نفسه. عارف لو عملت كده والله العظيم هو ده زي ده بالظبط. عارف مش فارقه ليه اساسا؟ مش فارقه ليه؟ ها لان الديفولت انبوت بتاع الامر اللي اسمه كات بياخد الانبوت من الملف. امر كات نفسه مش زي بقيه الاوامر، كات بياخد الانبوت بتاعه من الملف. يعني الديفولت انبوت بتاعه مش الكيبورد، ده الامر ده كده، الامر ده حاله استثنائيه. تمام. طيب انا ممكن استخدم كات بقى عشان اضيف جوه ملف. بص لي كده، ممكن اقول له كده كات لحد مثلا كده end of text ايه رايك؟ حد فيكم عارف انا عملت ايه؟ حد فيكم عارف انا عملت ايه؟ ها اعيدها اوضح اكتر. حلو قوي، تعالى نمسح الملف ده كده. rm error.txt وتعالى اتعامل معاك كات كده. لو قلت له كات، مش كات اصلا المفروض بياخد الانبوت بتاعه الملف؟ لو قلت له كده كات لملف اسمه ايرور دوت تكست، مش ده
هو هو بالظبط. لو عملت كده مش الاتنين زي بعض؟ لحد دلوقتي مفيش اي مشكلة صح؟ تمام؟ طيب لو عملت له كده معناها ايه؟ العلامتين كان معناها ايه؟ ها؟ سيب الكونتنت اللي كان موجود قبل كده وضيف على اللي موجود جوه. حلو؟ ممتاز. طيب ايه رأيك؟ انا عايز اقول له لحد ما توصل للكلمة دي، او لحد ما توصل للكلمة دي. ايه رأيك في الحكاية دي؟ والاول ما توصل للكلمة دي ابعت للملف اللي اسمه error.txt. شفت؟ اهو testing new test. افضل اكتب اللي انت عايزه، وبعد ما تخلص خالص انهيها بالكلمة اللي انت قلتها له دي. كات كده لـerror.txt. بص ايه اللي جواها. ها ايه رأيك؟ تاني تاني اهو كات. كات باي ديفولت بتقرا من ملف صح؟ لو انت جيت قلت له كده، هي دي مكافأة لدي بالظبط. الاتنين الاتنين زي بعض بالملي. ممتاز. يبقى تعال نرجع لدي كده، بدل ما الاتنين زي بعض فانا ممكن استخدم دي. طيب ايه كمان؟ انا ممكن اقول له لا، ما تاخدش الانبوت من ملف، خد الانبوت من انا لحد ما اكتب لك حرف او حاجه معينه، كلمه مش كلمه سر، لا كلمه لما توصل عندها اعمل ريدايركت وحطه في الملف. يعني لحد ما توصل مثلا للكلمه اللي اسمها end of text مثلا، دي الكلمه بتاعتي خلاص. واول ما توصل للكلمه دي ها روح حطه في الملف ده. خليك فاكر حاجه بس عايز اقول لك عليها، ان كده او علامة واحدة بس كانت بتعمل ايه؟ ها علامة واحدة كانت بتعمل ايه؟ كانت بتوفررايت الملف. علامتين انت هتحتاجهم عشان تقاد للملف ده، هتحتاج علامتين خلاص. تيست واحد، تيست اتنين، تيست تلاتة. وبعد ما خلصت قول له ايه الكلمة دي اللي ما توصل عندها، روح ارمي في الملف. كات كده الملف اللي اسمه error.txt. ها ايه رأيك؟ طيب في حاجة بس عايز اقول لك عليها، حاجة بس عايز اقول لك عليها اللي هي ايه. بص لي كده، لو انت جيت قلت له كده كات اقرا من فايل اتنين وحط في الملف اللي اسمه error.txt، عارف ده عمل ايه؟ ده راح قرا من ملف اللي هو الطبيعي بتاعه، من الملف اللي اسمه فايل اتنين، وراح حطه في الملف اللي اسمه ها error.txt. بص كده كات لـerror.txt ايه اللي موجود جواه. ايه رأيك؟ شفت ايه اللي عمله؟ ها وضحت؟ يبقى دلوقتي انا ممكن اخد الانبوت من مكان وابعته على مكان تاني. طب ممكن اخد الاوتبوت احطه في ملف زي ما انا عايز، او اغير اتجاهه احطه في ملف زي ما انا عايز. طب ممكن اخد الايرور احطه في مكان تاني زي ما انا عايز. ها بعد لما كتبت، لا بص بص بص، انسى اللي انا كتبته ده فوق خالص، انسى اللي انا كتبته فوق خالص ده، وتعالى معايا كده. لو انت قلت له علامه واحده بس وقلت له اقرا من اقرا من من, من بعد العلامه دي، هيفتكر ان انت بتقول له كده كات لملف اسمه فايل اتنين مثلا. مش ده هو ده بالعقل كده؟ مش الاتنين دول زي بعض؟ ها مش الاتنين دول زي بعض؟ يعني لو انت جيت عملت له كده وجيت قلت له حط الناتج في ملف، هياخد الانبوت من فايل اتنين ويحطه في مين؟ في error.txt صح؟ اهو لو جيت اقول له كده كات error.txt شوف هيعمل ايه. تمام؟ لكن لو انت عايز تقول له
خد مني انا وابند على ملف، هتقول له كده كات العلامتين دول بيعملوا ايه؟ ها العلامتين دول معناهم ايه؟ بقول له ما تعملش اوفر رايت، وهقول له خد كلمه لما توصل لها ها ابند على الملف. الكلمه دي مثلا وليكن سميها محمد، اول ما هيلاقي كلمه محمد وصلت له هيروح باعت الناتج دول لملف تاني وليكن اسمه ايرور دوت تكست. بص لي كده لينكس كورس نيو تيست، اكتب اللي انت عايزه، واول ما هيلاقي كلمه محمد وصل لها هوب اوتوماتيك هيخرج كات كده لايرور دوت تكست. بص ايه اللي جواها، ها ايه رايك؟ وضحت؟ يبقى علامه واحده بس كان هيستنى يقرا من ملف اللي هو الديفولت بيهيفير بتاعه، انما علامتين ها كان هي اوفر رايت، مش هي اوفر رايت ملف، كان هيأبند على الملف ده. محمد دي هي الكلمه اللي اول ما هيوصل لها اوتوماتيك هيوقف ياخد انبوت منك ويروح يحطه في الملف. ايرور دوت تكست ده اسم الملف نفسه، ده اسم الملف اللي هيحطه فيه، ده اسم ملف فقط، حط اسم اي ملف يعجبك. ايوه اعتبره ان هو الاوتبوت بالظبط كده، الاوتبوت اتحط في ملف اسمه ايرور دوت تكست. بالمناسبة اسم الملف ده ملوش أي قيمة، حط أي اسم ملف يعجبك. بالمناسبة كمان الإكستنشن بتاع أي ملف ولا له أي قيمة عندنا، أي إكستنشن لأي ملف ملوش أي قيمة. إزاي يا عم؟ بص كده لو عايز تعرف نوع أي ملف قول له كده فايل ها واسم الفايل، وليكن الملف اللي كان اسمه فايل 2. بص الملف ده قال لك نوعه إيه؟ طب فايل كده بن وليكن ls اهو، ايه رايك؟ طب فايل وليكن بالمناسبه بقى لو انت حبيت تصيع، حبيت تصيع وجيت تعمل كده كوبي الفايل 2 وخليه لي اسم، او خليه اسمه مثلا music.mp3 في ويندوز، لو انت عملت كده اوتوماتيك الملف هيتعامل معاه على اساس ان هو ها mp3 خلاص، انما هنا مفيش الكلام ده يا معلم، برضه هيقول لك اسكي. اسم الملف ملوش اي قيمه، اهم حاجه الكونتنت اللي جوه الملف. طيب ممكن تسالني سؤال، هو ازاي هيعرف الكونتنت اللي جوه الملف؟ بص يا سيدي اي ملف كده في الدنيا بيكون له سيجنتشر، السيجنتشر كده ممكن تعتبرها زي فوت برنت الملف ده، بتعرف الملف ده نوعه ايه، بتكون موجوده في الهيدر بتاع الملف نفسه. خلاص معنى كده ان لو الملف امتداده اي امتداد ملوش اي قيمه طالما الكونتنت اللي جوه ها مختلف. خلاص اللينكس بيبص على الكونتنت بتاع الملف وليس على اسم الملف او الاكستنشن بتاعه. وضحت الفكره دي؟ يعني لو انت جيت قلت له كده فايل يوزر شير وليكن باك جراوندز كده وليكن ارهل اهو صوره، بص هيعمل ايه؟ قال لك الصوره دي نوعها ايه؟ طيب لو انا جيت كده ورحت قايل له هات لي الصوره دي كده كوبي وحطها لي عندي باسم وليكن فايل واحد، خلاص وجيت اقول له كده فايل للملف اللي اسمه فايل واحد، بص برضه لا قال لك ايه؟ ها يبقى دايما ما تنساش، ما تنساش ان الفايل ها الفايل ايه؟ الفايل تايب معتمد على الكونتنت بتاع الفايل وليس على الاكستنشن بتاعه. طيب كلام جميل. طيب اللي بعده يبقى كده الريدايركشن، حد عنده اي مشكله في الريدايركشن؟ حد عنده اي مشكله في الريدايركشن؟
ها معنى كده انا قلت لك خد لي الانبوت، خد لي الانبوت من او اسف خد لي الاوتبوت حطه لي في ملف، او خد لي الايرور حطه لي في ملف. ها ايه تاني؟ او خد الانبوت من مكان تاني غير الديفولت انبوت بتاعه، تعرف تعمله؟ والمصحف الشريف ما انا فاهم، وانا فاهم سؤالك والله اعدمك لو كنت فاهم سؤالك. اه ممكن في ملف واحد، بالمناسبة كمان ممكن تحطهم في ملف واحد بأكتر من طريقة. بص لي كده ال اس لملف اسمه فايل 2 وملف اسمه فايل 22، الأمر ده بيطلع ايه؟ ها بيطلع ايه؟ اوتبوت وبيطلع ايرور. طب ممكن احط الاوتبوت والايرور في ملف واحد؟ اه وده اكتر من طريقه موجوده. خلاص ازاي يا عم؟ ممكن تقول له كده اول حاجه تقول له حط لي الناتج دون في ملف اسمه مثلا ماي ريزلت دوت تكست، وحط لي الاوتبوت برضه في ماي ريزلت دوت تكست. كات كده ماي ريزلت دوت تكست الاثنين موجودين فيه اهو، ايه رأيك؟ ماشي، يبقى دي اول طريقة. الطريقة التانية، الطريقة التانية كانت يا سيدي هي الطريقة التانية اتنين and ها علامة أكبر من، علامة أكبر من معناها redirect للأوتبوت صح؟ أو الايرور. طب اتنين and عارف معناها إيه؟ يعني حط لي الاتنين والواحد، يعني ممكن كنت تعملها كده بالمناسبة اتنين and، لا اتنين and بس كده، دي اللي صح كده، هي redirect الأوتبوت والايرور مع بعض. خلاص؟ بالمناسبة لو كنت عايز تأوفر رايت الملف كنت ممكن تقول له آسف، لو ما كنتش عايز تأوفر رايت الملف بس تعمل أبند على الملف، تعمل كده أهو. كات الملف كان اسمه ماي ريزلت صح؟ أهو. يبقى خليك فاكر لو عايز تستخدم دي، لو مش عايز تعمل لو مش عايز تعمل أوفر رايت استخدم علامتين. يبقى كان عندك حلين، يا اما تستخدم الشكل ده يا اما تستخدم الشكل ده، اهو حلين موجودين اهم. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني؟ طيب حلو قوي. دلوقتي جه حد قال لك بس يا عم استنى بقى ثانيه واحده، انا جونيور سيستم ادمن، انا برن سكريبت دلوقتي، السكريبت دي بتاخد باك اب من الداتابيز تمام، انا عايز نسخه تطلع لي على التيرمينال ونسخه تتخزن في ملف، ايه رايك في الحكايه دي؟ ايه رايك؟ يعني انا دلوقتي كل اللي اقول لك ايه الاكزامبلز اللي خدناها كان ان انا باخد الاوتبوت احطه في ملف بس ما بيطلعليش على التيرمينال، ايه الغلاسه دي؟ انا عايز نسخه تتحط في ملف زائد نسخه تانية تطلع لي على التيرمينال. قال لك عشان تعمل كده هتستخدم الامر اللي اسمه تي تي، مش تي مش شاي تي اي اي مش تي اي اي. ماشي ازاي يا عم؟ قال لك بص هستخدم قبل ما اعرفك على تي هستخدم حاجه اسمها ها البايب، عارف البايب؟ اهي ايه موضوع البايب ده يا سيدي بقى؟ تعال نمسح كل الكلام ده
ايه موضوع البايب ده؟ البايب العلامة بتاعتها كده خلاص. طيب اللي هي الشيفت، الشيفت والباك سلاش عندك في الكيبورد، الشيفت والباك سلاش في الكيبورد خلاص. الباك سلاش اللي هو الزر تحت الباك سبيس ماشي. طيب العلامة دي بتعمل ايه؟ العلامة دي بتاخد الانبوت بتاع كوماند تحطه كاوتبوت لكوماند تاني. يعني لو جيت عملت كده اديك مثال عليها، عايز مثال بسيط بص لي كده، هديك حركة صايعة قوي. ازاي يا عم؟ بص يا سيدي، فاكر الامر كات؟ كات ده كان بيعمل ايه؟ كات اي تي سي وليكن شادو، كان بيعرض لك ايه؟ ها بيعرض لك اللي جوه ملف تكست صح؟ او اي تي سي باسورد نفس الحكاية، كان بيعرض اللي جوه ملف ها تكست. طيب بص كده الناتج ده كان سيء جدا، عارف ليه؟ لان لو الملف ده فيه 200 سطر كان بيعرض لي ايه؟ ها ال 200 سطر تحت بعض، وانا بقى ربنا يديني الصحة هقعد الف فيهم براحتي. طب هو انا ينفع الناتج، ينفع اعرض الناتج صفحة بصفحة كده؟ ها ينفع اعرض الناتج صفحة بصفحة؟ ايوه. في عندك امر اسمه لس، لس وديله اسم الملف لس اي تي سي باسورد. بص كده عرض لك الملف صفحة بصفحة. بص انا بنافيجيت الملف بالمناسبة، شايف؟ طب لو عايز اخرج من الناتج دول بمناسبة، انا ما اعرفش اعدل عن طريق لس، انا ما اعرفش اعدل، هو بيعمل فيو فقط، بس بعمل لك فيو ها صفحة بصفحة. بص كده هضغط بس كيو، كيو عشان اعمل كوت، كيو عشان اعمل كوت. يبقى ايه رأيك، كات ولا لس، ايه الاحسن فيهم؟ والله لو بتعرض ملف صغير 5 سطور ولا حاجة كات هتبقى سهلة مفيش مشكلة فيها، انما لو ملف كبير قوي وعايز تبقى تعرض الملف او الكونتنت اللي جواه ها صفحة بصفحة لس احسن لك طبعا طبعا. بالمناسبة لس ده له شوية ولد عم مثلا زي مور، مور اي تي سي باسورد هتلاقيها شبهه برضو، شايف؟ بس مور لما بتوصل لنهاية الملف بص اوتوماتيك بيخرج، شفت الفرق بينهم؟ تاني بص كده لس بيعمل ايه؟ لس للملف وصلت للنهاية بيفضل مفتوح اهو، خليك فاكر اهو، شايف؟ بطلع فوق وبنزل تحت بس بفضل الملف مفتوح بس كده، ان انا ايه اقرا فيه ماشي كده؟ كيو كده عشان اخرج. طب كلام جميل، انما مور بص بنافيجيت الملف اول ما انزل للاخر اوتوماتيك بيخرج من معايا، تمام كده؟ يعني لسه مور الاثنين ولاد عم، الاثنين ولاد عم تقريبا. طيب كلام جميل. طيب بص لي كده يا سيدي، لو انا جيت نفذت امر غلس ابن 60 في 70 زي ده كده ال اس داش ال ار للسلاش، عارف ده هيعمل ايه؟ الامر ده فاكر كان هيعمل ايه؟ كان بيعمل لونج ليستنج، مش كده وبس، وريكيرسيف ليستنج للروت فايل سيستم، معناها لاي ملف موجود عندك. طب انا ينفع، انا ينفع استخدم لس مع الامر ده؟ مش لس كان بيعرض لي صفحه بصفحه فاكر؟ هو انا ينفع اخد الناتج بتاع الامر ده واقول له بشكل ما اعرضه لي عن طريق لس؟ ممكن واحد يفكر بالشكل الظريف ده، بص كده يقول لي خد الاوتبوت وحطه لي في ملف اسمه result.txt، وبعد ما يحط الناتج في الملف يبقى يعرضه عن طريق لس. ايه رايك في الحكايه دي؟ ها بس العمليه دي غلسه شويه، بص افضل بقى استنى جنبه. بالمناسبه دي الايرورز اللي طلعت، دي الايرورز اللي بتطلع، انا قلت له بس هنا فاكر لو انت شايف، قلت له خد لي الاوتبوت بس مش الاوتبوت والايرور اه. فلو جيت تقول له كده لس result.txt اهو شغال صح، بس يعني شايف انا عملت الامر على عمليتين اتنين صح، ولا تخزن في ملف وعذبت نفسي على الفاضي. طب هو انا ينفع كده الامر ده وهو بيتنفذ، في وسط ما هو بيتنفذ اقول له خد الناتج بتاعه كله وحطه كانبوت للامر اللي اسمه لس؟
بص كده شوف، من غير ما احط في ملف وسيط في النص بينهم. عارف الامر ده عمل ايه؟ خد الاوتبوت ده، لا خد الامر ده نفذه وراح واخد الناتج بتاعه حطه كانبوت لمين؟ للامر اللي اسمه لس. ولس بما ان لس بيقدر يعرض لك الناتج صفحه بصفحه، فانت كده استفدت من لس بالشكل الامثل، بدل ما تحط في ملف وبعد كده ترجع تقرا من الملف ده. طب ما هو لس اصلا بيعرض لك صفحه بصفحه، ما تبعت للس على طول. الحمد لله. شفت شفت الفرق؟ ها يبقى البايب دي كانت ايه؟ ها كانت بتريحك جدا. البايب دي بتريحك جدا لانها بتاخد الاوتبوت بتاع امر تحطه كانبوت لامر. اه ينفع مور طبعا. يا سلام، مش هينفع مور ليه؟ اهو نفس الحكايه شغاله طبعا. البايب ممكن تستخدمها مع اي امر. ارحمنا وارحمكم يا سيدي. البايب دي العلامه ده هي ممكن تستخدمها مع اي امر يعجبك. مش كده؟ طيب كلام جميل. طيب ينفع استخدمها مع امر تاني؟ انا قلت لك من شويه انا عايز اخد، انا عايز انفذ امر زي ده كده. راح فين راح فين اهو. طيب تعال نعمله ال اس كده مثلا لفايل 2 وفايل، لا اهو كنا لسه كاتبينه صح اهو. بص الامر ده لما اتنفذ ايه اللي حصل؟ بص الامر ده لما اتنفذ ايه اللي حصل؟ خد كل الناتج كات كده ماي ريزلت دوت تكست وراح حطه كله فين؟ في الملف من غير ما يعرض لي الناتج فين؟ على الشاشه. ما عرضليش الناتج على الشاشه. طبعا ده حاجه سيئه جدا. انا عايزه يا عم ياخد لي الناتج ده كمان يعرضه. انا عايزه ياخد لي الناتج ده كمان يعرضه. طيب يبقى انا كده عايز اعمل حاجتين، عايز نسخه تتعرض على الشاشه ونسخه تتحط في الملف. طب كلام جميل قوي، ممكن اعمل كده. ال اس فايل 2 اديك مثال يا سيدي. عايزين مثال واقعي، عايزين مثال واقعي. عايز اجيب لك مثال واقعي يفهمها لك. مش لاقي لك مثال دلوقتي. طيب آه
حلو. هنحاول ناخدها النهارده ان شاء الله. هناخد بريك 5 دقايق عشان صوتي بس وجعني من كتر الكلام، وبعد البريك احاول اشوف لك مثال كده لتي ازاي نستخدمها. عايز اشوف لها استخدام بسيط قوي يعني، الامثله اللي في دماغي كلها كومبلكس قوي عليكم دلوقتي، فانا مش عايز اعذبكم معايا على الفاضي. ماشي، هحاول اشوف لكم يعني 3 4 امثله بسيطه كده تستخدمها مع تي. ماشي كده، فبس هاخد بريك بس 5 دقايق، اريح حنجرتي دي شويه، وايه ونكمل بعدها. تمام.